أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أدخل المسجد وأنا في السفر فأجد من يصلي بالناس وهو إما حليق أو لا يجيد القراءة، فهل أدخل وراءه أم أنتظر حتى ينتهي وأصلي وحدي أو بجماعة أخرى، وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان خلله في غير الصلاة في قولك حليق، قد يكون حليقا وهو خير منك، فاللحية لا تستلزم أن صاحب اللحية خير من الحليق، لأن الله يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، والسخرية تكون بالتقصير في الظاهر، لا يسخر قوم من قوم، لأنهم يسخرون بما ظهر عليهم من التقصير، عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقد يكون الرجل لحيته إلى منتصف صدره وهو أكذب الناس وأفجر الناس والعياذ بالله، وقد يتخذ هذا المنظر طمعا للدنيا. فالمسلم لا ينظر إلى هذه الأمور، إنما ينظر إلى تقوى الله. صحيح أن اللحية من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بها، لكنها ليست فيصلا لكي يقال إن هذا لا نصلي وراءه لأنه يحلق لحيته، وهذا نصلي وراءه لأنه يربي لحيته.